الدولة في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بذلت الحقيقة جهود كبيرة جدا في المجال الصحي، واللي كان من أبرز الجهود دي مبادرة طبعا 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي، ده غير طبعا مبادرة دعم صحة المرأة للكشف عن الأورام، إضافة طبعا لإنهاء قوائم الانتظار اللي نجحت في علاج حوالي 1,632,000 مريض، إلى جانب مبادرة فحص المقبلين على الزواج واللي ساهمت طبعا بدورها في فحص حوالي 67,000 شخص، بالإضافة للمبادرات الداعمة لصحة الأم والجنين والأطفال حديثي الولادة وطلاب المدارس والكشف عن الأمراض الوراثية والرعاية الصحية لكبار السن وغيرها من المبادرات اللي كانت وما زالت الحقيقة بتهتم بصحة المواطنين وبتنال أيضا اهتمام الرئيس السيسي بنفسه. امبارح عقد السيد الرئيس اجتماع لمتابعة تطوير منظومة الصحة في مصر طبعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان. خلال الاجتماع ده بقى ايه اللي حصل؟ الرئيس كان حريص على متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري العمل بيها في قطاع الصحة، بما في ذلك طبعا تطوير معهد ناصر علشان يبقى مدينة طبية متكاملة وإنشاء مجمع معامل أو مجمع معامل مركزية جديد وفقا لأعلى المعايير العالمية وتطوير عدد من المستشفيات الرئيسية، وكمان إنشاء المعهد القومي الجديد للأورام 500-500. كمان السيد الرئيس تابع مخطط إنشاء معهد قلب جديد بمواصفات عالمية تعزيزا لدور معهد القلب القومي اللي بيعد من أكبر الصروح الطبية المتخصصة لخدمة المرضى أو خدمة مرضى القلب تحديدا، بالإضافة لإنشاء مجمع جديد ومتكامل للصحة النفسية وعلاج الإدمان وطب المسنين. وفي نهاية الاجتماع اللي بنتابعه مع بعض على الشاشة وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الجهود الجارية لتحسين إتاحة وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وأشار لأنه ملف الصحة بيحتل أولوية مهمة جدا في جدول أعمال الدولة وبيحظى باهتمام كبير وعمل مكثف للتغلب على التحديات الهيكلية اللي بتواجهها، بهدف طبعا التحسين المستمر لمنظومة الصحة علشان نحقق يعني كل الأهداف لصالح المواطنين المصريين من جميع الفئات. طبعا يعني الحمد لله منظومة الصحة دايما عندنا في تطور مهم جدا وتطور ملحوظ، وأعتقد إن احنا طول الوقت بنشعر بيه بكل فئاتنا، يعني بكل فئات المصريين المرضى دلوقتي بقوا بيشعروا بالتطور اللي بتشهده الحقيقة منظومة الصحة في مصر، ومن أهمها طبعا إلغاء قوائم الانتظار، ودي من أهم الحاجات اللي احنا الحقيقة طمنتنا، واللي عايز يتعالج بيتعالج دلوقتي من غير ما يقعد كتير في قوائم الانتظار. الحمد لله وربنا يشفي كل مريض.